Agrava. الالتفاتة هذه الإنسانية التضامنية منطلقة من إرادة الشعب، من إرادة الهلال الأحمر الجزائري في المساهمة في الحفاظ والدفاع عن تلاحم المجتمع الجزائري. احنا فين يتمس جزائري تمسينا كامل. لذا جانا نداء من طرف رئيس هذه الجمعية اللي يمثل أكثر من 318 عائلة، وشفتوا القائمة. هذه العائلات غادرت، نعطي له يعطيكم أكثر تفاصيل، هو غادرت كيدان، فروا من تدهور الأوضاع الأمنية وجاوا استقروا بجهة تنزواتين في الحدود مع المالي في ولاية تمن راسد منذ سنة 2012. فرينا من كيدال في 2012 لويت فيفري، جينا لتنزواتين، استقبلنا رئيس الدائرة نتاع تنزواتين استقبال، ونشكر رئيس الدائرة على الاستقبال اللي دلينا. والآن رانا في تنزواتين نسكنوا، والوضع نتاع العائلات نتاعنا سيء جداً.